مساء الخير. المرأة السعودية في السنوات الأخيرة وحسب رأي الكثير قفزت قفزات كبيرة في مجالات مختلفة. هذا التطور الكبير حسب رأيهم لم يأتي من فراغ. هناك كوادر نسائية مؤهلة ومستعدة ليدفع بها في أعلى المراكز القيادية. هند الزاهد الحاصلة على الماجستير في إدارة الأعمال هي أول وكيل وزارة للموارد البشرية لتمكين المرأة في سؤال مباشر. أستاذة هند، مساك الله بالخير، سعيد بتواجدك معي على شاشة العربية في سؤال مباشر. مساء الخير أخوي خالد، يعطيك العافية. وسامحيني أني قدمتك واستخدمت كلمة ما تحبينها اللي هي أول امرأة، على قولك لأنه لا حاجة لاستخدامها لأنها لن تكون الأخيرة. خلينا أبدأ معك من حقيقة موضوع تمكين المرأة في السعودية اليوم. إلى أي مدى أصبح هذا الأمر حقيقي على أرض الواقع؟ وتجاوزنا مسألة الشعارات كونه مجرد شعار براق للدعاية للظهور بمظهر المتحضر أمام الوسائل الإعلام وفي المحافل. أخوي خالد، القريب من هذا الملف يعرف قديش حكومة المملكة العربية السعودية جدا جدية في دعم هذا الملف، وعلى عدة مستويات، من دخول المرأة لسوق العمل، من بقائها في سوق العمل من خلال بيئة داعمة، فرص متكافئة، وطبعا وصولها إلى مناصب قيادية. الأرقام هي اللي تتكلم في هذا السياق، إن كان زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، عدد القياديات، أيضا تواجدهم في القطاعات اللي ما كانوا متواجدين فيها في السابق، والأهم المؤشرات الدولية الحيادية اللي وضحت بكل حيادية قديش تقدمت المملكة العربية السعودية في دعم تمكين المرأة على جميع المستويات. قديش اليوم تقدمت المرأة في السعودية في 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 سوق العمل، في تمكينها بشكل مختلف في القطاعين العام والخاص حسب الأرقام؟ هل راح أفاجئك إذا قلت لك أن زيادة مشاركة المرأة اللي هو المؤشر اللي كان مطلوب يكون فيه عدد سيدات تقريبا 25% في 2020 العمل بسنة 2025 الآن وصلنا إلى 31%، وهذا تقدم جدا كبير. بالنسبة للخدمة المدنية كانت تقريبا 39% وأصبحنا 41% كنساء، فعلا أغلبهم في قطاع التعليم وأيضا في قطاع الصحة، وبعضا منهم في قطاعات أو في الوزارات والجهات الحكومية الأخرى. بالنسبة للقياديات كرقم في الخدمة المدنية ما زال الرقم يحتاج عمل كبير، كنا تقريبا 1.6 في 2017 واليوم وصلنا إلى 2.5. هذا في القطاع العام، قطاع حكومي في الخدمة المدنية في القطاع العام، صحيح. والقطاع الخاص طبعا بالنسبة للقطاع الخاص الوضع أفضل بالنسبة للعدد النساء في المناصب القيادية العليا والمتوسطة. كم تقريبا نسبة القياديات في القطاع الخاص؟ تقريبا 25% في آخر إحصائية. فرق كبير بين القطاع العام والخاص، نتكلم عن جاب كبير جدا من 2% إلى 25%. في تفسير لهذا الموضوع؟ التفسير طال عمرك إن في الجهات الحكومية أغلب النساء موجودين في قطاع التعليم، يعني إحنا نعرف إن موجودين نساء قياديات، ويمكن أول قيادية كانت على مستوى المملكة كانت في قطاع التعليم، وما زالوا هم المتصدرين في هذا الموضوع. أيضا في قطاع الصحة، في القطاعات الأخرى والوزارات الأخرى ما زالت الأرقام ضئيلة، لأن دخول النساء جدا كان قريب، يعني من فترة قريبة، وبالتالي ما في تالنت بول أو بركة المواهب اللي تساعدهم إنهم يوصلون إلى مناصب قيادية في هذه القطاعات الأخرى غير التعليم والصحة. ما فهمت شلون ما فيه؟ لكن أنا أؤكد لك إن الفترة الجاية، أنا بقول لك أؤكد لك إن الفترة الجاية إن شاء الله راح تشهد عدد أكبر من القياديات. برامجنا في وكالة تمكين المرأة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تدعم هذا التوجه، وأنا ما أستغرب استغرابك لأني أنا أيضا أتمنى أنها تزيد الأرقام.
وعشان تكون فعلاً نقدر نغير في هذا الأرقام لازم نشتغل على مبادرات على عدة مستويات، مستويات التشريعية، على مستويات البيئة، على مستويات التدريب والتطوير، إن كان على المستوى المؤسساتي أو المستوى الأفراد. والأهم إن الممكنات والمحفزات. خليني أعطيك مثال. واحدة المبادرات اللي حابة أذكرها منصة قياديات. منصة قياديات هي منصة تجمع جميع النساء بخبرات متعددة بتخصصات. اسمحي لي أستاذة هند، احنا راح نحكي بالتفصيل في مسألة اتفضل. منصات قيادية مخصصين لها محور، فما نبغى نتجاوز. أنا ودي أرجع لموضوع المناصب القيادية في القطاعين الحكومي والخاص. أنت قلتي أنه في القطاع الحكومي صحيح. ما فيه شيء ممكن يأهلك على أساس تتولى المناصب القيادية، أو ما في برنامج، أي يمكن فهمتك بهالشكل. وعلى العكس الموجود في القطاع الخاص. ممكن بس تفسري لي وش الفرق بين القطاع الحكومي والخاص في هذه النواحي؟ بالنسبة للبرامج التأهيلية موجودة. حلو. اليوم البرامج التأهيلية موجودة، وأحد البرامج التأهيلية برنامج مع جامعة انسياد العالمية المتخصصة في تدريب القياديين. هذا البرنامج راح يأهل 1700 سيدة في جميع أنحاء المملكة. أوريدي تقريبا نصهم تم تأهيلهم. هو ليس فقط برنامج تدريبي، هو رحلة تطويرية يتخللها هذا البرنامج التدريبي. دخول النساء في بعض الوزارات والجهات الحكومية جاء متأخر. مثلا قصد أن من الطبيعي أنهم مثلا أي جهات حكومية الجهات اللي دخلت فيها المرأة متأخرة. أعطيك يعني مثال جدا عزيز على قلبي. هي وزارة العدل. وزارة العدل ما كان فيها أي سيدة قبل 3 سنوات. اليوم أكثر من 2000 سيدة. صحيح. وعلى جميع المستويات الوظيفية، ومنهم تقلدوا أيضا مناصب قيادية في وزارة العدل. وأخيرا تم تعيين نساء كاتبات العدل. وأنا جدا سعيدة في تجربتهم في هذا. حلو. هذه وش المناصب القيادية مثلا الموجودة في وزارة العدل اللي شفتيها أنه مختلفة، يعني دخول المرأة فيها أصبح مختلف؟ يعني مديرات أقسام، مديرات إدارات عموم. أيضا عندنا في كتابة العدل، يعني كان كتابة العدل كانت عصية إلى فترة قريبة على النساء، والحمد لله الآن صار عندنا كاتبات عدل. بس ما يعتبر هذه مناصب قيادية أستاذة هند؟ يعني مناصب القيادية ممكن نشوف يعني مثلا مديرة أوكي، لكن مسألة القاضية يعني خاصة ما إلى الآن ما في قاضية مرأة سعودية، على الأقل في قضايا الأحوال الشخصية مثلا أو قضايا العائلات مثلا، خاصة أنه عندك كاتبات عدل. حسب فهمي صحيح اليوم فقط قبل فترة قصيرة صار في كاتبة عدل. وبحسب فهمي أن القاضي يحتاج، وصحح لي إذا أنا غلطانة، أن القاضي يحتاج أن يعمل على مسيرة عملية لحد ما يوصل إلى القضاء. ما تقدر تأخذ أحد فريش جراديوت وتحطه قاضي. لكن أنا أؤكد لك أنها جاية قريب إن شاء الله. في مبادرات ممكن تأهل المرأة أنها توصل هذه المناصب يعمل بها؟ نعم. مبادرات وعلى عدة مستويات. في قطاع التعليم والصحة موجودة المرأة من زمن يعني طويل، ويمكن هي القطاعات اللي موجود فيها عمل المرأة في القطاع الحكومي، لكن حتى الآن برضو في مناصب القيادية للمرأة مش موجودة بالشكل المطلوب. خليني أسألك هنا إنه هل الأمر هل في تغير اليوم في مسألة قبول الرجل المسؤول بوجود المرأة بجانبه؟ لأنه في كثير من المسؤولين يرفعوا هذه الشعارات دائما بتمكين المرأة، لكن على أرض الواقع ما مش موجود، يعني ممكن رفض لوجودها، ممكن أنهم يقفوا حجر عثرة أمام تمكينها، أو حتى على مستوى الاعتراف بحقها في المشاركة في المناصب القيادية. أنت شايفة هالأمر موجود اليوم ولا لا؟
طيب خليني أرجع شوي على موضوع وزارة التعليم. طبعا وزارة التعليم اليوم عندهم أكثر من 5 وكيلات وزارة كمناصب قيادية والعديد من مدراء العموم ومتحدثة رسمية. خلال السنة الماضية كان في تمكين ومتحدثة رسمية، فكان في تمكين كبير للنساء في وزارة التعليم وأيضا في وزارة الصحة. عودة على إيمان الرجل بموضوع المرأة أو التمييز ضد المرأة موجود حقيقة، لكن مع دخول المرأة في السوق ومع الإرادة السياسية ومع التطور اللي حاصل بدينا نشوف تقبل أكبر. في طبيعي من الطبيعي شخص أنت ما تتعامل معه، ما تعرف كيف بيكون العمل معه، يكون في شوي خوف، لكن مع بدء دخول النساء سوق العمل في جميع المجالات صار التعامل معهم أسهل، وبالتالي بدينا نشوف سيدات في جميع القطاعات تقبل أكثر. وأنا أكد لك من هنا ما في قطاع خاص رح يوظف سيدة لأنها سيدة، رح يوظفها لأنها كفء، وهذا اللي حاصل. صار في زيادة لعدد السيدات لأن صار النساء بدأوا يشوفون أن في تالنتد أو مواهب من السيدات مميزات قادرات، فالاستفادة منهم جدا ضرورية. تسمحي لي أوقف عند هالنقطة وارجع لي أيضا النقاش فيها مسألة مبدأ الكفاءة والجدارة كمعيار مهم لتوظيف النساء أو لعمل النساء في سوق العمل وفي القطاع الخاص تحديدا. فاصل نعود بعده للنقاش والحوار مع وكيلة الموارد البشرية لتمكين المرأة هند الزهد. مرحبا بكم مجددا، أجدد الترحيب بضيفتنا وكيلة وزارة الموارد البشرية هند الزاهد. أستاذة هند مرحبا بك معي في الجزء الثاني من سؤال مباشر. في تصريح صحفي لك نفيت أن يكون تمكين المرأة قد زاد من نسبة البطالة بين الرجال، واستشهدت بتقرير لهيئة الإحصاء اللي أكد انخفاض البطالة في الرجال بنسبة 0.6% وفي النساء بنسبة 0.5%، وأنه وزارة العدل كان فيها نسبة نساء صفر واليوم لديهم 1000 موظفة أو أكثر. يعني ما رأيك في اللي يقول أنه التوجه لتمكين المرأة أضر بوظائف الرجال، ساهم في زيادة نسبة البطالة عند الرجال اللي شعروا بمزاحمة وربما تفضيل للنساء في المناصب أو في العمل بشكل عام؟ لسه ذكرت أنت الأرقام ووضحت أن ما كان في زيادة في بطالة الرجال، لكن بالعكس قلت بطالة الرجال. اللي يعرف الاقتصاد يعرف أن أي استفادة يوم قلت البطالة عند الرجال استبهن صحيح بالنسبة للنساء حسب الأرقام اللي ذكرتها أنت قبل شوي. لا الأرقام أنت اللي ذكرتيها حسب هيئة الإحصاء يعني، لكن المشاهد على أرض الواقع والناس تقول إنه في مشكلة في مسألة التوظيف وفي ارتفاع في البطالة عند الجنسين. خليني أقول لك شيء، لما نجي نتكلم عن موضوع اقتصادي نعرف إن الاستفادة من الموارد، الاستفادة المثنى من الموارد تدعم ويكون في من خلالها نمو للاقتصاد، وبالتالي الاستفادة من جميع الموارد البشرية الموجودة في المملكة العربية السعودية نساء رجال أعمار مختلفة ذوي إعاقة رح يدعم عملية نمو الاقتصادي على عدة مسارات. لما نجي نتكلم عن البيت الواحد، خلينا نتكلم عن داخل البيت، لما تعمل المرأة أو يعمل الرجل فأنت تتكلم عن إنفاق أكبر، حياة لايف ستايل أفضل، وبالتالي فيه انتعاش لداخل المنزل، وهذا طبعا نقدر نطبقه على مستوى المملكة العربية السعودية. كل ما كان في استفادة أكبر من الموارد البشرية، كل ما صار في استفادة لهذا المورد المهم وهو من النساء، ورح يكون في نمو اقتصادي على جميع الأصعدة.
اليوم كم نسبة البطالة عندنا في السعودية بالنسبة للجنسين؟ بحسب تقرير هيئة الإحصاء للربع الثاني 2020 9% للنساء والرجال السعوديين. 9% للجنسين؟ صحيح، 8% للذكور، وبالنسبة للإناث تقريبا 31%. طبعا هذه الأرقام الرسمية، وأنا أكد لك أنا بالنسبة لي نعمل جاهدا لتقليل هذه الأرقام بالنسبة للذكور وبالنسبة للإناث. بالنسبة لوكالة تمكين المرأة أعمل في عدة مبادرات لدعم زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وتقليل هذه البطالة، وإن شاء الله نأمل أن يكون الأرقام الفترة الجاية تكون أفضل. 28% نسبة البطالة عند المرأة في السعودية، هذا رقم كبير، ليش؟ وش التحديات اللي تواجهكم اليوم؟ لا 31% 31 بعد تحديات كبيرة طال عمرك. صحيح 31% صحيح، تحديات جدا كبيرة الحقيقة موجودة، وخاصة بعد موضوع كورونا، ومع أن في العديد من الحزم اللي قدمت من قبل حكومة المملكة العربية السعودية لتقليل من آثار هذه الجائحة، والحمد لله أثرت بشكل كبير، لكن العالم كله تأثر بهذه الجائحة. التحديات طبعا اللي نواجهها في موضوع عمل المرأة مرتبطة بعدة أمور، ترتبط فيما يخص صورة نمطية معينة، خوف من عمل المرأة، عدم الوعي بأهمية عمل المرأة. باقي في ناس تفكر بهالشكل يعني. في بعض السيدات. إيه صحيح، لكن طبعا مع دخول عدد أكبر من النساء في سوق العمل بدأوا يشوفون إنه ما في مشكلة. بالعكس المرأة السعودية قادرة، المرأة السعودية لديها قدرات. طب هذا على مستوى الوعي المجتمعي. قدرات مختلفة. نعم. غير كذا الأسباب المتعلقة بالمؤسسات والقطاعات، باقي في تحديات؟ باقي في تحديات موجودة في القطاع الحكومي مثلا أو عقبات؟ التحديات موجودة، لكن الإرادة السياسية أكبر إن شاء الله، والدليل ما حصل في هذا الملف خلال الفترة الماضية، يعني الثلاث أربع سنوات الماضية شهدت تطور جدا كبير في ملف تمكين المرأة ودخول أكبر في قطاعات متعددة. حتى الناس اللي كانوا عندهم تخوف شافوا أن ما في سبب لهذا التخوف. هو لأنه في إرادة سياسية واضحة وصريحة، أوكي، وفي قرار لتمكين المرأة وفي مستهدفات، الناس تقول أنه المرأة يعني يجب أن تسير في مسألة القضية بسرعة الصاروخ دون أن تحدها أي عوائق أو عقبات. أنا بك تقولي لي بشكل صريح، وش التحديات أو العقبات أو العوائق الموجودة اليوم في القطاع الحكومي اللي تحد من تحقيق المستهدفات بالنسبة لتمكين المرأة؟ طبعا فيه نظر يقول لك أنهم يختارون النساء بدون النظر إلى الكفاءة، وهذا الكلام غير صحيح. أنتم عندكم أخوي خالد، هل راح تحطون مذيعة بدون ما تتأكدون من كفاءتها؟ مستحيل. ما في جهة في القطاع العام والقطاع الخاص راح توظف سيدة بدون ما تتأكد من كفاءتها. والمنافسة في الكفاءة جدا ممتازة لسوق العمل، إن كان على مستوى القطاع العام أو القطاع الخاص. التحديات اللي سألتني عنها موجودة، لكن أؤكد لك إن إحنا نعمل على عدة برامج. وش أكثر قطاع حكومي تعمل؟ أذكر لك البرامج في التفصيل. مسألة تمكين المرأة أستاذة، زهككم أنتم؟ والله أكون صادقة معك إن جميع القطاعات الحكومية متحمسة لموضوع دعمنا. إيش أقل؟ إيش أقل؟ إيش أكثر قطاع موجود في تحديات أمام تمكين المرأة؟ والله أقول لك كل القطاعات فيها تحديات، وكل القطاعات فيها فرص. أنا ما أقدر أقول لك يعني تحديات تختلف من قطاع إلى آخر. حلو.
في قطاع البيئة غير نعمل معهم على تطوير البيئة، في قطاع يحتاج عدد أكبر من السيدات المتخصصات في بعض مثلا منهم هذول، فإحنا نعمل مع الجميع بحسب احتياجاتها بحسب احتياجاتهم. يعني أنا مصر على أنه مثلا تسميه لي قطاعات حكومية مثلا تقولي إنها تحتاج لتواجد المرأة خلال الفترة القادمة بشكل أكبر، ولا صعب؟ الجميع يحتاج تواجد أكبر النساء. إيه بس في تفضيل قطاع القطاع. أغلبيتهم موجودين. 50% من العاملين في قطاع التعليم هم من النساء. و30% من العاملين في قطاع الصحة هم من النساء. باقي القطاعات كلها يبي لها تحسين، كلها يبي لها تطوير، كلها يبي لها برامج على عدة مستويات وعلى عدة فترات، بحيث أن احنا نقدر ندعم تواجد ودخول أكبر للنساء في هذه القطاعات. خلينا طيب الآن أنت تتكلموا عن تمكين المرأة في سوق العمل، في المقابل في جامعة رائدة مثل جامعة الملك فهد بترول المعادن ما تدرس المرأة حتى الآن. معلومتك غير صحيحة. أعطيني المعلومة الصحيحة. النساء الآن يدرسون في جامعة، النساء موجودين الآن في جامعة الملك فهد البترول والمعادن، صحيح. ماجستير. هناك خطة بحسب علمي للدخول أكبر للنساء في عدة تخصصات. إيه متى مثلا بيدرسوا بكالوريوس؟ مش المفروض أنه هذه الجامعة الرائدة مثلا، وأنا ما أتكلم عن الجامعة الحالة، في قطاعات أخرى في مؤسسات أخرى لابد أن تكون فيها موجودة المرأة، ليش التأخر يعني؟ وين المشكلة؟ تعرف أخوي خالد، في العالم كله في مشكلة في تواجد النساء في الستم، الستم اللي نتكلم عن اللي يرتبط بالتخصصات التقنية العلمية، لكن كمفاجأة أن في المملكة العربية السعودية لا توجد هذه المشكلة، ونسبة النساء في التخصصات العلمية والتقنية أكبر منها من الرجال. نسبة النساء ماذا؟ في التخصصات التقنية والعلمية أكبر منهم من أكبر منها من الرجال كنسبة. طيب سؤال أخير وسريع جدا، أنت في أيضا في مقالك كتبتي بأنه قد يكون كلامك عن مسألة تمكين المرأة غير مقنع لبعض المنظمات الحقوقية، من تقصدي بهذه المنظمات وليش ما هو مقنع لهم؟ وش موقف هذه المنظمات ووسائل الإعلام من 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 تمكين المرأة في السعودية برأيك سريعا؟ أتصدق أخوي خالد، إحنا بالنسبة لنا كسعوديين وأنا بالنسبة لي كوكيلة تمكين المرأة الحقيقة ما أصدق لو ما أشوف بعيوني هذا التمكين الحقيقي اللي حاصل للمرأة. قبل 3-4 سنوات ما كنا نشوف المرأة في جميع القطاعات، ما كنا نشوف المرأة القيادية، ما كنا نشوف يعني موجود النساء لكن الفوكس ما كان عليهم. المنظمات أيضا هم موجودين داخل السعودية، ف يعني أنا ألومهم حقيقة أنهم ما يتأكدون من معلوماتهم، لكن أيضا لو ينزلون فقط يوم واحد ترانزيت للمطار بيشوفون التغيير الحاصل، بيشوفون النساء الموجودات في الجوازات، بيشوفون النساء الموجودات في الكاونترز حقة التيكت، بيشوفون النساء في ساحات المطارات بشكل كبير، على عكس ما كان قبل 4-5 سنوات ما كنت تشوف سيدة واحدة إلا في التفتيش. فالمنظمات الحقوقية تحتاج أنها تجي السعودية تشوف التغيير الحاصل، مثل ما حصل مع البنك الدولي لما جاي يشتغل على مؤشرات مؤشر المرأة والقانون. فعلا جو السعودية ودرسوا المؤشرات ودرسوا الببليك بوليسيز أو السياسات العامة الموجودة وشافوا التغيير، وبالتالي وضعوا السعودية في كدولة الأكثر تقدما في هذا الملف. يعطيك العافية، تمنياتنا لكم بالتوفيق وشكرا جزيلا لك على تواجدك معي في هذه الحلقة من سؤال مباشر، وكيلة وزارة الموارد البشرية لتمكين المرأة هند الزايد، أشكرك شكرا جزيلا. الله يعطيك. نهاية هذه الحلقة من سؤال مباشر، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.